الرحيم. شكرا للسادة رؤساء الجلسة، أستاذ الدكتور رأفت السكري، أستاذ الدكتور يوسف أمين، أستاذ الدكتورة رشا على تقديمي. وأنا في الحقيقة هتكلم النهاردة على الفارماكولوجيكال تريتمنت اوف ار دي اس. هل في حد يعرف دواء جديد للاي ار دي اس أو قديم؟ مفيش، ولا قديم ولا جديد. امال انت جاي تقول لي ايه؟ جاي اقول لك اول معلومه، لما تلاقي الاشاعه بدات تبيض يبقى انت نهارك اسود. بدايه الكلام هي الدعوه دي: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. وللاسف في خلال 10 دقائق انا هقول لكم علم لا ينفع، فمعلش استحملوني يعني. لكن هي تفتيح كلام عشان المستقبل يعني. دايما كل حلم او كل حقيقه بتبتدي بحلم. الاي ار دي اس من الامراض اللي هي بتعلمنا الطب. سندروم، زي ما بنقول كده: الامواج الهادئه لا تصنع بحاره جيدين، والسماء الصافيه لا تصنع طيارين ماهرين. وكذلك الرعايه المركزه بدون الاي ار دي اس ما تصنعش اساتذه رعايه مركزه محترمين. الاي ار دي اس زي ما حضراتكم عارفين ديفيوز بايلاترال انفلتريتس ريفراكتوري هايبوكسيميا. الايتيولوجي يا اندايركت يا دايركت، والفيزس يا انفلاماتوري يا هايبر انفلاماتوري يا هايبو انفلاماتوري يا اكيوت يا كرونيك، زي ما حضراتكم شايفين كده. المهم في النهايه بيبقى في عندي ريفراكتوري هايبوكسيميا، دايركت كوز على اللنج زي النمونيا اسبيريشن نير دراونينج، او اندايركت زي السبسيس والتروما والترانسفيوجن. مش هنضيع وقت في هذا الكلام. طيب، العيان بيبقى فيهم كلينيكالي هيموداينامكالي، ممكن يكون ستيبل ممكن يكون انستيبل. لو اكيوت بيبقى ستيبل، ولو نوت هيموداينامكالي ستيبل في الغالب بتبقى الدنيا مش كويسه. في رولز عندنا: if you can't do good for the patient don't do harm. لو لم تستطع افاده المريض فلا تضره. يبقى رول نمبر 1 بتقول dont make it worse، ده في الاي ار دي اس. طب رول نمبر 2 dont forget رول نمبر 1 dont make it worse. كويس. الباثوجينيسيس ما يهمنيش انا، بس كل اللي يهمني ان انت تعرف ان الالفيولو كابيلاري ميمبرين اتفرتك وبقى في عندي انفلكس للانفلاماتوري سيلز، والنيتروفيل بجلاله ادراها بتيجي عايزه تعدي ما تعرفش تتفعص تطلع كل اللي جواها، فيحصل لك ايه؟ غرق للسفينه. طول ما الميه بره السفينه بتعوم، اول ما الميه تخش جوه السفينه بتغرق. يبقى الالفيولو كابيلاري ميمبرين الانتجريتي بتاعته باظت، والسيرفاكتانت ضاع، والالفيولاي كولابسد، والديفيوجن اتضرب، بقى في عندي ريفراكتور هايبوكسيميا والدنيا بقت وحشه. الفينوتايبس قال لك يا دايركت يا اندايركت، يا مايلد يا مودريت يا سيفير اكوردنج للهايبوكسيميا، يا هايبر انفلاماتوري يا هايبو انفلاماتوري اكوردنج للسايتوكاينز. مش مهم، انا كل ده بفرش للعنوان بتاعي هتدي ادويه ايه. البيبر دي حلوه قوي، طلعت في 2020، بيتكلموا فيها على البيرسوناليزد فارماكولوجيكال ثيرابي. اول ما الواحد شافها كده قال بس يبقى الاي ار دي اس ده بيتعالج. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم الاي ار دي اس اللي بيتعالج مش اي ار دي اس. يعني ساعه ما العيان يخف ويقوم من على الفنت يقول لك ده ما كانش اي ار دي اس. بيقول لك الهايبو انفلاماتوري والهايبر انفلاماتوري بتريسبوند تو فارماكوثيرابي، السبسيس بور بروجنوزس، التروما جود بروجنوزس، الترانسفيوجن ريليتد لانج انجريس مع الترالي فاريابل. ماشي اوكي. زي ما حضراتكم شايفين كده النمونيا والاسبريشن والكوفيد والسبسيس وفيرال وبكتيريال وفانجل وشوك ومش شوك كل الدنيا داخله فيه. سندروم كويس. لانج بروتكتيف فنتيليشن برومبوزيشن كونزرفاتيف فلويد ميجرز، هي دي دراجز؟ مش دراجز. خش على الكلام المهم بقى. هافنتري العين بلو تايدال فوليوم، احط بيب افتح الالفيولاي، هاي فيلوستي نزل انسفليشن، اكسترا كوربوريال برومبوزيشن، نيورو ماسكولار دراجز، بلوكيد انهيلد نيتريك اوكسايد، اهم دول دواينهم.
فشل، بس هنقول تفصيل كده شوي. حلو، بيقول له no healthy insurance, take him to the intensive, I don't care. التايمينج مهم، هتروح امتى تنجد العيان وتخدش بالادويه بتاعتك امتى وتفنتليت وتسبورت العيان امتى. النيورو ماسكولار بلوكر يا جماعه في المايلد اي ار دي اس ما تديهاش، بتزود المورتاليتي. في المودريت تو سيفير ريفراكتور هايبوكسيميا ليها بينيفيشال فاليو. خلص الكلام. فايدتها ايه؟ انها بتبوظ الميتابوليك ريت، بتجمده. عندك لحمه ومش عايزها تبوظ بتدخلها في الفريزر، عندك عيان مش عايزه يطلع كربون دايوكسيد تلجه، فريزنج، المورتاليتي بتقل والاكسجينيشن بيتصلح لانه بطل يفايت، بطل يطلع كربون دايوكسيد، بدات الدنيا تتصلح. فقال لك هنا الفلويد كل ما تقلله كل ما ده هيحسن الاوتكم، يبقى ليبرال فيرسس كونزرفاتيف فلويد مانجمنت. تقول لي هو ده دراجز؟ لا مش دراجز، بس خد فكره وكمل لبكره. كونزرفاتيف فلويد مانجمنت كويس قوي. ركب كاستر ما تركبش كاستر، بالمونري ارتري كاست نوت نيدد فور فولو اب اوف ذا بيشنت، ما فرقش ما فرقش، لكن القاعده اللي فرقت ليبرال فلويد لا كونزرفاتيف فلويد. هنا بقى قال لك التايدال فوليوم لما يبقى عالي والفلويد تبقى عاليه المورتاليتي كمان تبقى عاليه، يبقى لو سمحت لم ايدك في الفلويد ولم ايدك في التايدال فوليوم اللي انت بتفنتل العيان عليه. ده بقى المحاضره بتاعتنا، بس انا مش انا يعني مش عايز حرك ولا تحفظ اسماء، بس تعرف الناس بره بتفكر في ايه. بيقول لك انا عندي انفلاميشن، ادي الاستيرويد، ادي حاجه اسمها لايسوفيلين، ادي ان استايلسيستين انتي اوكسيدنت، ماكرولايد، سيمفاستاتين، نيوتروفيل الاستيز انهيبيتور، يبقى دي حاجات هتنقص الانفلاميشن. شكرا. او نقص الانترستيشال والالفولار اديما عن طريق ان انت تدي سيرفاكتانت او بيتا 2 اجونست باي انجكشن او باي نيبولايزيشن. حلو. وتبلورموت البالموني فازو دايلاتيشن عشان الحتت اللي بيحصل فيها فازو كونستريكشن تعمل فيها كوركشن اوف في كيو مس ماتشنج، وطبعا النيتروك اوكسايد عمهم هو والبروستا سايكلين وبرضه مش جايبين نتيجه، بس اعرفهم. حط انتي كواجلانت زي الاسبرين زي البليتليت اكتيفيتنج فاكتور ريسبتور انتاجونست، وبروموت الابيثيليال هيلينج بايه؟ كيراتينوسايد جروس فاكتور واندوثيليال سيل مانيبيوليشن اوف انتراسيلولار ادهيجن جانكشن. بسرعه المثال بريدنيزولون ديبيتابل في اول 14 يوم اديه، بعد 14 يوم الدنيا خربت ملوش قيمه. اللايزوفيلين بيحسن الميتوكوندريال فانكشن، وهنا بيقول لك الجلوكوكورتيكويد بتامبروف الاكسجينيشن، بس لازم تتاخد في اول 14 يوم، بعد كده ملهاش قيمه. ووظيفتها الاساسيه انها انتي انفلاماتوري، واحنا عارفين ان الاي ار دي اس بيعدي من اكيوت وفايبرينو بلوريفراتيف وبعد كده فايبروتيك، فانت لو رحت للفايبروتيك ستيج خلاص انت وصلت لنهايه الطريق. مش هنحكي كتير هنا. لان استايل سيستين قال لك ما بيفيدش كتير لكن ممكن تديه، النيوتروفيل الاستيز انهيبيتور قال لك ما بيفيدش كتير لكن ممكن تديه، الماكرولايتز كالونج تيرم قال لك دي بتنقص النيوتروفيل الخليه الملعونه المسؤوله عن الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، لو بوظتها يبقى انت حميت العيان من مشاكل النيوتروفيل، لكن وجدوا ان هو اسوشيتد ويز ريدكشن اوف 30 داي مورتاليتي. حلو. السيمفاستاتين حلو جدا، لكن وجدوا في بعض الاستادز ما فرقش فيه المورتاليتي والاوتكم. كويس، ادي كان ايتم اللي هو بينقص الانفلاميشن. الايتم الثاني ان انت تنقص الاديما عن طريق ان انت تدي السيرفاكتنت ووجدوا ان هو عديم القيمه وعملوا استادز تدي باي نيبولايزيشن ولا تدي انترافينوس انتراتراكيال ولا باي نيبولايزر، ما جابش نتيجه قوي، لكن اهو حاجه على الطريق بتفتح الالفيولاي الكولابسد بسبب السيرفاكتنت اللي طار. السلبي وتامول بيتكلموا عليه كويس جدا في ان هو بينقص الفلويد اللي بيبقى انسايد الالفيولاي. الانترافينوس بيتا 2 اجونست ليها سايد افكتس كتير، ما فرقتش كتير عن البيتا 2 اجونست اللي بتتاخد باي انهيليشن، لكن يتحط في الحسبان وتبقى نيتك مختلفه، مش برونكو دايليتور. لا، النيتروك اوكسايد زي ما حضراتكم شايفين كده دي فازو كونستريكتد عشان دي برونكو كونستريكتد، فلو انت فتحت دي يبقى انت هتحسن الجاس اكستشينج، يبقى الفازو دايليتور ما
ممكن تكوركت الفيكيو مس ماتش، وبالتالي يبقى ليها دور في الامبروفمنت اوف اوكسجينيشن، سواء البروستاسايكلين سواء الايه النيتريك اوكسايد. اخر حاجه الكواجيليشن او لابل الاخير، يعني الكواجيليشن زي الايه، زي الهيبرين وزي الاسبرين. وجدوا ان هم فرقوا، لا ما فرقوش، ندي ولا ما نديش، ديبيتابل. الانهيلد نيتريك اوكسايد والسيرفكتانت ريبليسمنت ثيرابي، كل دوت فيلد في الكلينيكال ترايلز، يعني ما افدتناش كتير منك لله، ضيعت لنا وقتنا. اخر حاجه اللي هي الابيثيليال هيلينج، بيتكلموا على حاجه اسمها كيراتينوسايت جروث فاكتور، ورجع قال لك والله ما فرقش قوي، ما فرقش في الكلينيكال اوت كام. امال مضايقني بيه وبتقوله لي ليه؟ اعرف الناس بتفكر بايه بره وبيعملوا ايه. اندوثيليال سيل ريبير بيتكلموا عليه كبروموشن. زعلانين طبعا. طيب قال لك والله في عندي البيفاسيزيوماب، ده كنا بنستخدمه في الكوفيد، ده بيتكلموا فيه على ان هو فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور انهيبيتور، بينقص الفاسكولاريتي، وكنا بنديه وكان جايب نتائج كويسه ماشي. والميزنكايمال ستيم سيل ثيرابي، ده خيال بقى، ده الكلام الحلو قوي. انا قربت اخلص خلاص. بصوا يا جماعه، الميزنكايمال ستيم سيل ثيرابي بتجيب ميتوكوندريا، بيت الطاقه، الاكسترا فاسكولار فيزيكال، البروتين واللايبوزومز والدي ان ايه والار ان ايه بيتحسنوا، وباراكراين فانكشن بتزود الالفولار فلويد كليرنس، وبتنقص الابيثيليال والاندوثيليال بيرميابيليتي، وبتفاسيليتيت الاندوثيليال ريبير وانتي انفلاماتوري. يعني الميزنكايمال ستيم ثيرابي دي فيها هوب كبير، وشغالين عليها بره كويس قوي. ميتوكوندريال ترانسفير، تخيل كده واحد بيقول لك انا هديك طاقه للخليه، ابيثيليال ريبير، اندوثيليال ريبير، انتي ابوبتوتيك افكت، انتي انفلاماتوري افكت، انتي مايكروبيال افكت، الفيولر فلويد كليرنس. ده كده يعني تبقى دي حاجه عظيمه صح. طيب يعني هنعرف نعمل بيرسوناليزد تريتمنت، وان سايز داز نوت فيت اول، ولا احنا مغلوب على امرنا؟ لا يزال الموضوع فيه سعه من هذا الكلام. السلايد ده حلو قوي يا جماعه، الميزنكايمال ستيم سيل ثيرابي لو انت حطيتها في الحسبان هتبقى تشتغل معاك كانتي انفلاماتري، فيتامين سي حطه في الحسبان، الاسترويد الاستاتين، يبقى ركز لي في الكلام ده. فيتامين سي والاستاتين والاسيتامينوفين بتنقص الاكسيديتيف ستريس، وممكن تنقل خلايا، يقول لك سيل فري هيموجلوبين. دكتور مجدي ابو راين تلاقيها تعجبه قوي حته زي ديت. ابيثيليال واندوثيليال ريبير زي الميزنكايمال ستيم ثيرابي وفيتامين سي وحاجه اسمها ادرينوميدالين، وانهانسد ايديما كليرنس ميزنكايمال ستيم سيل ثيرابي واسترويد وانهيلد بيتا اجونست وفيتامين سي. ده الخلاصه، ده اسمه ماستر سلايد. جميل، وادي الميكانيزم تاني بتاع الميزنكايمال ستيم ثيرابي للي ما قدرش يحصله معايا، بتمنع كل حاجه وبتجيب كل حاجه وبتمد العيان بالطاقه، وليها انتي بكتيريا، لو انتم عارفين الاجانب لما بيغرموا بشيء بيطلعوه السما. الانتي اوكسيدنت حلوه، حلوه، واحنا قلناها في الان اسالسيستين، لكن هنا حاطط عليها حاجتين، حاجه اسمها ابو صيانين وحاجه اسمها سيتانكسيب. سيتانكسيب ده بينهبت الاتش 2O2 اللي هي الروس رياكتيف اوكسجين سبيشيز، بيقول لك لو قضيت على الرياكتيف اوكسجين سبيشيز يبقى انت فرقت جدا مع العيان دوت. جميل، عشان ده في النهايه بيؤدي الى الديسيمينيتد انترافاسكولار كوجلوباسي اللي هي بتموت العيان. كل دي روس 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 روس، لما انت تقضي عليها بالانتي اوكسيدنت بالدوايين دول اللي هم ستيل اندر ترايلز. طيب يعني هندي ايه ولا ما هنديش، ولا نستنى لما الدنيا تطلع ولا ما تطلعش؟ مش عارفين. waiting for the perfect man، اللي يجيلك وافق عليه وخلاص، والا هنقعد كده. اخر حاجه بقى بيتكلموا عليها النانو تكنولوجي، يا سلام، نانو ثيرابي ان ذا تريتمنت اوف اكوت ريسبيراتوري ديستريس. يقول لك انا عايز ادي دواء يروح يوصل ويرشق في الحتة المصابة، فبدأوا يحسنوا الدراج ديليفري بكم طريقة، لايبوزوم، سوليد ليبت، نانو تكنولوجي بارتكل، مايسل، بوليميريك نانو تكنولوجي بارتكل، جولد نانو تكنولوجي، كل ده المهم الهدف منه ازاي ادي الدواء يبقى زي الطلقة تضرب وتموت. هو ده النانو تكنولوجي.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لا تيأس من مهنة التدريس، فيوما ما سيأتي من يأخذك بيدك إلى مكانك الصحيح.